السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه جديد في القناة دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنتكلم النهاردة عن أغرب القوانين في العالم. في البنجلاديش الأطفال في سن ال 15 سنة بيخشوا السجن لو غشوا في الامتحانات. مبروك علينا الإعدام يا رجالة، مبروك علينا الإعدام. في إيطاليا لو حد سرق أكل عشان ياكل ما بيتحاسبش إنه جريمة وبيتقال سرق سبب الجوع، وده أبسط حق مشروع للإنسان. لا لا الله يا ولية، بقول لك جعان عايز صباع محشي، خلي عندها أهل الدم. في كوريا الشمالية لازم تدفع المهر لمراتك كل سنة، تحس انه اشتراك مش جواز خالص. في سنغافورة ممنوع تاكل اللبان او المستيكة وممنوع بيعها تماما، ولو حصل هيكون في غرامة 500 دولار. في سويسرا ممنوع تشد السفون بعد الساعة 10 بالليل. في النمسا ممنوع تاكل ايس كريم قدام اي بنك. الله رهيب. وهي دي المعلومة اللي في الزتونة. واخيرا شاركونا برايكم وقولوا لنا ايه اغرب قانون سمعتوا عنه. فضلا بقى لايك وسبسكرايب وفعل الجرس.